إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله كتاب ممتع، وفيه تجارب، فيه تجارب رجل هو أشهر واعظ الإسلام في زمانه، بل لعله أشهر واعظ الإسلام على الإطلاق. كان الخليفة يصلي خلفه، وكان يقول الكلام على بديهته، يحتار المرء كيف أتى به على البديهة. وكان يحضر مجلسه 100,000، وأسلم على يديه 100,000. أما العصاة الذين تابوا على يديه فحدث ولا حرج. وكان مع هذه الحشمة كثير التصنيف. يقول الذهبي رحمه الله: أنا لا أعلم في الإسلام رجلا صنف مثل هذا الرجل. تعرفين ألف كم كتابا؟ 600 كتاب. الكتاب يتراوح ما بين ملزمة إلى 20 مجلدا. ده مع الوعظ، وانت عارف لما يكون الإنسان واعظ ومسدد في الوعظ الناس كلها بتتهافت عليه، كل مشاكل الناس عنده. أي حد عايز يتوب، زي ما بيحصل مثلا دلوقتي، واحد لما بيتوب من ذنوب بيجي يقول لي: طيب اديني وقت عشان احكي لك عن حياتي الماضية، واقول لك ايه اللي انا عملته في حياتي، تقول لي اطلع من المظلمة دي بالطريقة الفلانية، واطلع من المظلمة دي بالطريقة الفلانية. طيب خليك انت هتدي للناس من صدرك وحلمك، ممكن تدي لهم كم ساعة في اليوم؟ مع مراعاة ان انت رجل لك مؤلفات، وانك انت رجل لك اسرة، ورجل لك حياتك الخاصة، ممكن تدي له كم ساعة في اليوم؟ 5 ساعات في اليوم. هتسمع كم واحد في اليوم؟ تسمع لك 5 6. شوف، مع هذا الجهد الكبير استطاع أن يؤلف 600 مؤلف وفي شتى فروع المعرفة. ما خلاش لا حديث ولا تفسير ولا فقه ولا عربية ولا تاريخ ولا عروض ولا أدب ولا الكلام ده، إلا صنف فيه كتابا وكتابين وثلاثة وأربعة. فنحن إذن أمام رجل صاحب تجربة عريضة واسعة. يقول، وأنا اخترت الحقيقة الخاطرة دي لأنها تصلح أن تكون هي أول خاطرة في الكتاب، لأنها آفة كلنا نعاني منها. يقول رحمه الله: قد يعرض عند سماع الموعظة، عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة،
فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين: أحدهما أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها، والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، فكيف يصح أن يكون كما كان؟ أنا عايزك تركز، لأن ابن الجوزي ساعات يعني يلفق العبارات بأسلوب فيه بعض الغموض، سنوضحه في أثناء الكلام. قال: وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه: نافق حنظلة. ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا، ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الريح. وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه كماء دحرجته على صفوان. يبقى ابن الجوزي قسم الناس إلى ثلاثة أقسام في مقابل الموعظة. هو بيقول إن الإنسان عند سماع الموعظة يعرض له نوع يقظة. أنت جاي النهاردة المسجد غافل عن معان كثيرة، أنا تحدثت وقرعت قلبك وسمعك، استيقظت على معنى من المعاني، وهذا المعنى ربما أيقظك ولم يوقظ غيرك، لكل إنسان له مقتضى في حياته، زي ما حدث. وشوف احنا كنا لسه بنقول الفهم في العلم، شوف بقى الغباء في العلم، الصورة بضدها تتميز الأشياء. الجماعة اللي اتهموا أبا هريرة رضي الله عنه بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة ذكر كلب الزرع في الحديث، من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا ضرع نقص من أجره كل يوم قيراط. أهو الفتوى الرسمية اللي طلعنا اليومين دول عشان ولاد الزواج بيحبوا الكلاب، وتلاقي الولد زي السيارة والكلب بتاعه في الكرسي الوران، طلع لسانه اللي واقفين على محطة التوبيس وفين في الحر والكلام ده. فأولاد الزوات اللي بياخدوا الكلاب النوادي والكلام ده، ازاي نقول لهم الحديث ده ينقص كل يوم من أجيه قيراط؟ فيقوم ينتكس ويقول لك ايه يعني ان الواحد يقتني الكلب؟ اذا كان مالك يقول ان لعاب الكلب طاهر، طب وايه العلاقة ما بين طهارة لعاب الكلب وما بين حرمة اقتناء الكلب؟ ايه يعني ايه هو الكلب حرم اقتناؤه للعابه؟ ولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة، سواء لعابه طاهر ولا مش طاهر؟ المالكية ده كانوا بيقول ان لعاب الكلب طاهر، سائر العلماء يخالفونهم في ذلك. عشان كده العدد كان عند المالكية ليس له معنى، المسألة تعبدية، فليغسله سبع مرات، مش المقصود سبع مرات 1 2 3 4 5 6 7، لا،
لا ده عندهم المية النار وعندهم الصابون والأشنان والكلام ده يقوم مقام التراب مثلا، خلافا لما عليه جماهير العلماء. عفوا ده من الأقوال الشاذة يعني، وكل مدى تلاقي فيه ايه قول شاذ. حتى الزمخشري يعني لما توجع من الأقوال الشاذة، وكان زمان يقول لك انت ايه مذهبك ايه حنفي اخيه انتوا اللي بتحلوا الخمر، وانتوا المالكية اخيه انتوا اللي بتقولوا الكلب يتاكل، وانتوا شافعية اللي بتقولوا يجوز نكاح البنت من الزنا، وانتوا حنابلة اللي بتقولوا ربنا جسم. كل مذهب له بقى ايه ناس قاعدين له على الرصد. يقول وان يسألوني بمذهبي لم ابح به، وان يسألوني عن مذهبي لم ابح به، واكتمه كتمانه لي اسلمه. فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح لهم الطلا وهو الشراب المحرم، وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم اكل الكلاب وهم هم، وان شافعيا قلت قالوا بانني ابيح نكاح البنت والبنت تحرم، وان حنبليا قلت قالوا بانني حلولي بغيض مجسم، وان قلت من اهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، ومن ذا من ألسن الناس يسلم. وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. فأنا عايز أقول قال لك أبو هريرة رضي الله عنه زود كلب زرع، علشان هو كان عنده زرع وكان محتاج يزود البتاع دي عشان يبقى عنده شوية كلاب يحرس المزرعة. طب مين قال الكلام ده؟ قال لك ابن عمر. لما ابن عمر روى الحديث قال ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا ليس كلب حرث ولا ماشيه الا نقص كل يوم من اجله قيراط. فواحد قال له ده ابو هريره بيقول او كلب زرع، فقال له ابو هريره كان صاحب زرع. قال لك شوف اهو كان صاحب زرع ولقى الحديث ما فيهوش كلب زرع ومحتاج انه يجيب شويه كلاب يحرس المزرعه، فقام مألف الايه؟ مألف الزياده دي على النبي عليه الصلاه والسلام. اهو ده بقى الغباء في العلم. انما شوف اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا انما حفظ ابو هريره هذه الزياده لاحتياجه اليها. واي بني ادم يكون محتاجا الى شيء من العلم يحفظه ويفوت على غير. خليني هتكلم النهاردة عن العفاريت والمس ومش المس ومش عارفين والكلام ده. اقول لك اوعى وانت داخل ما تقولش اعوذ بالله من القدس والقبائل تلاقي عم راكبك على طول. خلاص مين اللي ممكن ياخد باله من الجزئية دي؟ المركوب. ها هو ده اللي ياخد باله يقول بس هو الموضوع كده اتاري اللي بيحصل لي انا مش عارف بيحصل لي من ايه وليه وعشان ايه وبتاع. ممكن الجزئيه اللي انا بتكلم فيها دي نص المسجد ما ياخدش باله منها ولا تعنيه، انما حفظها المتلبس بها المحتاج اليه. يبقى الانسان لما بيتكلم في موعظه من المواعظ لا اتصور ان الموعظه كلها من اولها لاخرها ممكن توقظ انسانا من اولها الى اخره، لا قد يستيقظ بحرف أو بجملة أو بواقع، لكنها على أي حال تحدث نوعا من اليقظة عند المستمع. جاي غافل استيقظ على ليه؟ على الموعظة. ابن الجوزي بيقول بقى إن الموعظة قد تعرض أو قد تسبب نوعا من اليقظة للمستمع. بعد ما بنطلع من المجلس ننسى كثيرا مما سمعناه. ليه؟ ابن الجوزي كرجل واعظ لابس الناس وخبير هيجيب لنا يحط ايده على الاسباب الحقيقية لماذا ينفعل المرء للموعظة في حال السماع، فاذا انفصل عن مجلس التحديث فترى اثر الوعظ عنده. بيقول بقى ايه؟
فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين. يبقى إذن المقصود الأعظم من القصة دي كلها هو إيه؟ القلب. وده هو ده الذي سندندن عليه إن شاء الله عز وجل غدا في مثل هذا الوقت. يقول: الحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين. أحدهما أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا وعظ احمر وجهه، انتفخت أوداجه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يبقى نفهم من الكلام ده أن الوعظ له سمت. السمت ده احنا ممكن نسميه تسمية يعني ربما أتجاوز فيها، سمت استفزازي، وإن الواعظ الحقيقي هو الذي يستطيع أن يستفز المستمع، مش أنه يطلع المنبر يقول محاضرة. لا، الموعظة أمر يختلف. القصد بالموعظة إيقاظ القلب، ممكن ما يكونش الهدف إلا إيقاظ القلب. إذا استيقظ القلب من رقدته استفاد بأقل كلام. يبقى سمت الموعظة الشدة، الاستفزاز. عشان كده العلماء بيقولوا إذا لم يكن للكلام مقتضى ينبغي أن توجد له مقتضى. يعني لما اتشتم خالد بن الوليد واتشتم أبو هريرة، بعض الناس بعت لي قال لي يعني بدل ما انت بتهيج الناس وتستفزهم والكلام ده، كنت بمنتهى البساطة تعمل محاضرة في فضل خالد بن الوليد، وتعمل محاضرة في فضل أبي هريرة، وكده الناس هتستفيد وتعرف من هو خالد بن الوليد ومن هو أبو هريرة. طب أنا لما آجي كده والأحداث الجارية والدنيا سخنة مولعة حوالين، واطلع المنبر عشان اقول لهم ساحدثكم اليوم عن فضائل خالد بن الوليد، اي بني ادم بيسمع يقول طب ايه المناسب؟ ايه المناسب؟ خالد بن الوليد نحن نعرف انه سيف من سيوف الله، خلاص، وما فيش حد فينا لا بيعيب في خالد ولا بيحط من قدر خالد، فانت طالع تقول ايه؟ غير انا لما اقول لك شتم خالد، اول ما اقول لك شتم خالد انت على طول بتستوفر على طول ازاي يشتم خالد. اقول لك اسمع ايه اللي بيتقال عن خالد الوليد، بيتقال كذا 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 كذا. يبقى انا هيأتك اولا، هيأت سمعك، هيأت قلبك لمقتضى ما ساقول. يبقى خالد بن الوليد صار قضية، انا مش عايز اديلك معلومة باردة، انا عايز تبقى قضية حياة. وده الذي يفرق ما بين إنسان وآخر في الفهم. الكلام ملوش مقتضى، هات له مقتضى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الحديث اللي في صحيح مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على جدي أسك ميت، وقف هو أصحابه وقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قال والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه، إنه أسك صغير الأذنين أو مقطوع الأذنين. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف وقال لهم أيكم يشتري هذا بدرهم كان عايز يتلقى جوابا أحد يقول له أيوة نشتريه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال علشان عايز يحط كلمة، يقول كلمة.
قال ترون هذه هينة على أهلها؟ غالية دي ولا رخيصة؟ طبعا لو كانت غالية كانوا دفنوه وكانوا عيطوا عليه وكانوا عملوا بقى سرادق ولا حاجة من البدع المحدثات اللي الناس بتعملها النهاردة وعيطوا عليها وبتاعوا الكلام. لكن على طول ماتت، خدي هذا من رجلها وارميه. ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. هو ده اللي عايز يقوله عليه الصلاة والسلام. بس أنا لما أوجد مقتضى دلوقتي قدامي واحد أو جدي أسك ميت مرمي على قراعة الطريق لا قيمة له، وأنا استحضرت إن ده ما يسواش درهم واحد لو كان حيا ما اشتريناه كمان، فكيف قد خرجت منه الروح؟ يقول والله للدنيا أهون على هذا من هذا على أحده. يبقى أي دل بقى الفهم في العلم، إنسان يوجد المقتضى إن لم يكن للكلام مقتضى. فهو هنا بقول إن المواعظ، الموعظة كالسياط، استفزاز القلب، استفزاز السمع، والسياط تؤلم في حال وقوعها، أما بعد انقضائها بعد ما جلدك يبرد خلاص يبقى انتهى أثر الألم. الموعظة كذلك. الحاجة الثانية يقول أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة. مزاح العلة يعني ما عندوش علة، جاي المسجد وقد هيأ نفسه لسماع الموعظة. وزي ما يمكن قلت لكم زمان، لو إن واحد فاسق جاي يصلي الجمعة، بلاش فاسق، واحد من أفناء الناس كده هو لا ملتزم ولا بتاع، جاي يصلي الجمعة، دخل لقى مسرح في المسجد وجماعة ممثلين عملية نطط على المسرح والكلام ده، هو هيقبل الكلام ده؟ لا ما يقبلوش. ليه؟ لأنه جاي علشان يسمع الموعظة، فمش هيقبل هذا الكلام. بالضبط زي ما يكون رايح المسرح عشان يفرفش ويشوف مسرحية كوميدية والكلام ده، لقى بقى واحد لحيته قد كده انفرج الستار عنه وقال لهم الموت قادم مثلا. الموت قادم ده انا جاي اضحك وجاي اصهل الليله والكلام، تقول الموت قادم هاتوا فلوسنا يا اولاد اللي مش عارف ايه. يبقى هو الرجل نفس الرجل اذا جاء المسجد لقى المسرح يقول لك انا اسف ايه العك وازاي ده بيت ربنا وازاي يحصل كان ده بيت ربنا ومش عارف ايه الكلام، يروح المسرح لو لقى انا في المسرح ممكن يهد الدنيا برضه زي ما هد الدنيا في الجامع. ايه السبب في كده؟ ايه؟ انه عندما ياتي الى المكان يكون مزاح العله، مزاح جاي ناوي يسمع، فاتح ودانه وفاتح قلبه عشان سيستمع الى لون معين من المواعظ. فبقول لك انسان في حال الموعظه يكون مزاح العله، قد تخلى بجسمه وفكره عن اسباب الدنيا وانصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها فكيف يصح أن يكون كما كان؟ وهذه حالة تعم الخلق، ما فيش حد فينا فاضل ولا غير فاضل إلا يعرض له هذا. يكون في المسجد حالته عالية كويسة جدا، بعد ما يترك المسجد ويمشي حالته بتايه؟ حالته بتنزل. قال لك دي حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر. الموعظة دي هتغيب معاك قد ايه؟ أسبوع؟ 10 أيام؟ شهر؟ سنة؟ هو ده الذي يتفاوت فيه الخلق، بقاء أثر الموعظة. وده طبعا بقاء أثر الموعظة إنما يكون على قدر بقاء اليقظة في القلب. وكما تعلمون حديث حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما لقي أبا بكر في الطريق، وهذا الحديث صحيح مسلم، فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال له انظر ماذا تقول؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين. كلمك عن النار كأنك شايف النار، كلمك عن الجنة كأنك شايف الجنة. فإذا رجعنا إلى رحالنا عافسنا النساء والأولاد والأموال والضياع،
نسينا كثيرا مما سمعنا. فقال أبو بكر: والله إني لأجد ذلك. أنا كمان. قاموا هما الاثنين رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما حنظلة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: نافق حنظلة. قال: ماذا تقول؟ قال: يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عافسنا الأزواج والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما تقول. قال: يا حنظلة، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. يعني هيبقى رباني لو يدوم على ما يكون في مجلس الوعظ من انتباه القلب الكامل، لو تدومون على ذلك وفي الذكر، أيوة في ذكر الله تبارك وتعالى، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. أهو من الغباء في الفهم يوم ياخدوا الحتة دي بس ويعمل برنامج اسمه ساعة لقلبك. لا، ساعة ربك دي ما يقولوهاش، هي ساعة لقلبك، على اعتبار ان ساعة الرب هي العكننة. ما انت معاكنة فعايز يفرفش. يعني مثلا في اي مرة زمان كده سنة 80 رحت احضر فرح واحد صاحب، فطلع طق في دماغه وشغل قرآن. طبعا الافراح في ذلك الزمان والكلام ده كان فرقة حسب الله والجماعة دول، ولازم تلاقي انوار وكستات شغالة اغاني وموسيقى وبتاع. هو راجل ملتزم بقى وعايز، فالمهم شغل قرآن. فانا واقف على قبل البيت بشوية كده، فواحد بيقول له واحد يا بقول له احنا غلطنا في العنوان ولا ايه؟ قال له ليه؟ قال له مش ده بيت فلان فلاني. قال له قال له امال مشغلين قرآن ليه؟ ما هو القرآن للحزن، القرآن للحزن، يموت لنا ميت نشغل القرآن. خلاص بقى منطبع في اذهاننا ان ساعة الرب هي ساعة النكد والحزن، فالمطلوب ساعة فرفشة، ساعة فرفشة، ساعة لقلبك. وما علم هؤلاء أن ساعة القلب على الحقيقة هي ساعة ذكر الرب تبارك وتعالى، هي دي ساعة القلب وهي حياة القلب. والإنسان الذي لا يعرف هذه الحقيقة ميت فعلا، لا يعرف معنى الحياة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال في شأن القرآن: لينذر من كان حيا. أي بني آدم حي القلب هو الذي ينتفع بخطاب القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، أي أن ساعة الباطل أذن لك فيها، لأنه لا تستقيم حياتك إلا بشيء من هذا. ربنا عز وجل لما ركبك كده، لابد أن تستجم بساعة باطل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كل له من باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وفرسه وولده. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يسابق عائشة رضي الله عنها مثلا، أو كان يخرج لسانه للصبي فيظنها الصبي تمرة، يظنه الصبي تمرة، يفكر لسان النبي صلى الله عليه وسلم تمرة، فيحب يختطفها يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لسانه مثلا. طب ما هو ده إيه؟ ما هو ده استجمام. وكان الصحابة كما في الأدب المفرد يتبادحون بقشر البطيخ حتى إذا جد الجد وجدتهم رجالا. وحديث جابر بن سمرة قيل له: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ قال: كنا نذكر أشياء من أمور الجاهلية نضحك وهو يبتسم، طالما فيش فيه لا فحش ولا فيه يعني مخالفات شرعية والكلام ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في بعض هذا، هو ده الاستجمام الذي أذن للمرء فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني إذا استجمنت ببعض الباطل المباح فهذا مما يعين الدابة على السير إلى آخر الشوط.
وابن الجوزي ذكر ثلاثة أنماط من البشر لا يخرجون عنها. في مقابل هذا نتمم الكلام عنها إن شاء الله عز وجل في ما يستقبل بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.